مشروع الوحدات السكنية للأرامل بمخيم صدقة، المشروع اللي قائم عليه جمعية النور السورية. مشروع بدأ بتاريخ 20/2 وراح ينتهي بتاريخ 20/8 إذا الله راد. راح يتسلم لعوائل الأيتام والأرامل. مشروع مؤلف من 30 وحدة سكنية، كل وحدة سكنية مؤلفة من غرفة ومطبخ وحمام. راح يتم تجهيزهم إن شاء الله بشكل كامل بكافة المرافق لهم، خزانات مي وفرش كامل للغرف إن شاء الله.